طبعا التعبان من اخطر الزواحف على وجه الارض. في الفيديو ده هنقولك تعمل ايه لو حصل وقابلت تعبان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو لسه جديد في القناه دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. من الطبيعي انك لو شفت تعبان هتجري او هتهاجمه، ولو ده حصل احب اقولك ان ده اخطر قرار خدته في حياتك. وعلماء الزواحف اثبتوا ان التعبان ما بيهاجمش حد الا لو حس انك مصدر خطر عليه، والتصرف الصح هو انك تنسحب بهدوء وتحط اي روايح نفاذه زي التوم مثلا في المكان اللي شفته فيه وهو هينسحب عشان ما بيستحملش روايح النفاذه. ولو تصرفت غلط والتعبان عضك لازم تحفظ شكله عشان توصفه للدكتور اللي هيعالجك، وما تفكرش ابدا تمسكه تاني لان لو عضك مره تانية هتكون حياتك في خطر، وما تفكرش تستخدم الكحول مكان العضه. وبالنسبه للحركه اللي بتشوفها في الافلام اوعى تجربها اللي هي مص السم عشان ملهاش اي لازمه بعد مرور سنتين من العضه، وعشان السم لو نزل في معدتك هتكون في خطر ممكن يقضي على حياتك. ولو لابس اي اكسسوار لازم تقلعه عشان مكان العضه ممكن يورم. ولو لا قدر الله تعرضت لكل ده لازم تكون عند اقرب مركز طبي للعلاج فورا، وربنا يحفظنا ويحفظكم من اي شر. وهي دي المعلومه اللي في الزتونه. ولو اول مره تعرف المعلومه دي ما تبخلش علينا بلايك للصحه واشتراك للقناه.